حلوة قوي السؤال ده، انت شكلك عامل ريسيرش. اجي يعني ولا اعمل ايه؟ ده سؤال حلو جدا. entrepreneurial idea اللي انت شايف ان هي stood out في 2023 في مجال الفينتك؟ في كتير جدا جدا ما شاء الله عاملين افكار عظيمه. بالنسبه لنا is a very interesting entrepreneurial idea being able to connect artists and creatives مع بعض، حاجه فعلا بتساعد احنا في شغلنا كمان. مش هقدر اقول دلوقتي، هقول بعد بعد الceremony. What entrepreneurial idea do you have in mind شايفه انه الساحه مفتقداها؟ good question. السياحة. اوكي. اي حاجة مجال السياحة. الـ healthcare industry بالذات when it comes to women's health untapped جدا. المهم برضو الـ impact اللي في مصر، انا شايف الصحة والتعليم. لو حضرتك ما كنتش في مجال الفن والتمثيل، ايه هي الـ entrepreneurial idea او الـ business idea اللي انت كنت ممكن تعملها؟ كنت هشتغل في الفن بشكل عام. انا خريج فنون جميله، فكنت ممكن اعمل حاجه ليها علاقه بالفن التشكيلي. انا حاليا انا ناردين بتذيع وناردين بتمثل، لسه هفكر في حاجه ثانيه. هتقول ايه نصيحه لحد بيحاول يبريك انتو انيش مش موجود في بلده؟ اهم حاجه ان هو دايما يبقى بيتارجت ا فيري جود اودينس، اودينس ذات هي كان تراست، ويكون بيتراست البروسيس والبرودكت بتاعه. اي ثينك اتس جود يعني تيك ذا ريسك اند ستيل بليف هي كان بروفايد ذا بيرفكت سيرفيس تو ذا بيبل. ابتدي في فكره ليها سوق كبير، وحاول تحل مشكلة الناس محتاجاها، ودور على العميل قبل ما تبتدي الشركة.